بس انت يا دنيا يعني بسم الله ما شاء الله كده، يعني الدنيا لعبت معاك على الاخر وقبتي على وش الدنيا، وبقيتي حاجه تانية غير البت دنيا المفعوصه اللي كانت بتلعب معانا في الحاره. كل ما حد يقرب منها يكلمها ولا يضحك معاها ولا حاجه تقوم معيطه وتصوت في وشه. يعني هو ده بس اللي انت فاكره؟ طب والباقي؟ الباقي ده، الباقي ده هو اللي صبرني الخمس سنين اللي قضيتهم في السجن. انت وحشتني بشكل، وانت كمان وحشتني قوي يا حبيبي. دنيا. نعم يا برعي. عنتر بيه وصل ومستنيكي، وعزام بيه بيقول لك ما تاخريش عليه. حاضر. ما تاخريش. لسه قدامك شغل كتير. ايوه الشغل هنا ما بيخلصش يا حربي، هاكل عيش وخلاص. طيب انا هقوم امشي بقى دلوقتي واستناك في الحاره على ما تخلصي شغل. حاره؟ حاره ايه؟ انا سبت الحاره من زمان، خدت لي كده شقه محندقه على قد كده في وسط البلد. كمان انا شغلي ما بيخلصش غير قرب الفجر. انت قاعد فين؟ قاعد مع زين وبركه في العشه بتاعته. ما هو عمك نفل بسلامته هو ومراته ما صدقوا اني دخلت السجن، امي ماتت وراحوا راميين الهلب وشقلتي مقلتي اخدوا البدروم. معلش يا بيبي، ما هم غلابه برضك. هو انت ناسي يعني لما كانوا قاعدين عندنا في الاوضه كنا ملزقين جنب بعض مش عارفين نتنفس، ما صدقوا يشموا النفس شويه. كله يهون عشان خاطرك انت يا دندن يا اسمر يا جميل. هشوفك امتى؟ بكره اول ما حصل هاجي لك الحمر. ماشي وانا هستناكي. وانا مش هتاخر. برنسيسه، عليا النعمة اللي ما يعرف اصلك يقول برنسيسة. ما تأثر بقى وتبطل غلاسة يا واد يا زين. يا بنت بهزر معاك يا الله، ولا انت هتكبري علينا ولا ايه؟ طول عمرك مدب، مدب حتى في هزارك. سيبك انت بس، ايه رأيك في المفاجأة دي؟ بصراحة بصراحة دي أجمل حاجة أنت عملتها في حياتك يا ولا. ازيك يا واد يا زين؟ ازيك يا عزام باشا؟ أنا مش نبهت عليك قبل كده رجلك تتقطع من هنا؟ ومش كل يوم والتاني تنط لنا؟ معلش يا باشا المرة دي كان لازم انط. وايه اللي لزمها بقى؟ ومين اللي انت جاره في ايديك ده وجايبه معاك؟ ده حربي، حربي عزام بيه. حربي؟ اهلا اخ حربي. بس انا بيتهيألي ما شفتكش قبل كده. لا انا ما جيتش هنا قبل كده. حربي يا باشا اصله كان مسافر، ولما جه قال يعني يجي يسلم على دنيا اصلهم معرفه قديمه يا باشا. وسلمت؟ سلمت. ايه يا حلوه؟ احنا مش هنشوف اكل عيشنا بقى ولا ايه؟ الله، الراجل قاعد مقطع نفسه مستنيك من الصبح، ولا هنقضي الليله كلها في اهلا وسهلا سلامات وحشتني؟ ولا سلامات ولا وحشتني ولا حاجه يا عمنا، احنا كنا ماشيين. يلا بينا زين. سلام يا باشا. يلا يا اختي، الراجل مستنيك من الصبح. يلا يا حلوه يلا. دنيا عنتر بيه. اهلا اهلا يا جوافه مستقاوي، اهلا وسهلا. مساء الخير يا عمر. مساء النور، اقعدي نوريني. ميرسي. يلا يا عزام، هات لنا كل الحاجات اللي انت عارفها دي. امرني يا عنتر بيه. ربنا يخليك ليا يا رب. مين الضغوف اللي غلس علينا ده؟ ده يا سيدي عزام بيه صاحب الكباريه ده. انا عم اكرم اخويا الجدع الغلس اللي كانت الدنيا قاعده معاه، تعرفه؟ ده عنتر الشندويلي، راجل اصلا من الصعيد، فعنده شركه مقاولات كبيره قوي وحاطط حطه جامده قوي على دنيا وصارف عليها دم قلبه كده. طيب استباحتك. احلى سباحه يا هندسه. مال الحارة هس وهو كده ليه زين؟ أنا عارف لك، ده عمرها ما حصلت قبل كده. والناس صحوا فين؟ أقول لك إيه يا حربي؟ كان
الليله دي شكلها ما يطمنش. انا اوصلك العشه واطلع اركن في الموقف واجي. خمسيه وارجع لك. ها ما تعوقش. ياض يا بركه بتعمل ايه هنا؟ الحق حربي يا زين، الحق حربي. ماله حربي ياض؟ هيموتوا، هيقتلوا يا زين. مين دول اللي هيقتلوه ياض؟ قلتلك يا حربي نصيبك لسه مستنيك، او نصيبك جالك لحد عندك. طيب احسن يا معلم قبضايا. ما تخافش يا عنايا، انا مش هقتلك، انا بس هغب عليك، اكسر لك ايد، اقطع لك رجل، ادشمل لك وشك، عشان كل ما تبص في المرايه تفتكر قبضايا. غلبوا عليه! سامحني يا اخويا، انت عارف ان انا طول عمري عيل وبرجع في كلامي. مبروك عليك يا حربي، انا اللي هخلص عليك. شوف وشك بخير. اركب يا حربي. سامحني انت يا بضايع. سلام. ليه كده يا حربي؟ ده انا كنت هقتلك بس. على السلامة يا حربي. الله يسلمك يا بركة، ده اللي كنت هتشرد عشان يرى. لكن الحمد لله. وادي يا زين احنا رايحين على فين؟ أي حتة بعيد عن هنا. يا عيني عليك يا بضايا، اتكوم على الأرض زي الشوال، تلاقيه دلوقتي متغاظ. يا عم عيني إيه وليلي إيه؟ إن شاء الله يعض في الأرض. بس يا بضايا كان قصدنا لها يا رجالة، إيه اللي رجعكم؟ الكلام الفارغ ده بقى؟ ما احنا طول عمرنا مع بعض على الحلوة والمرة يا جدع. بعدين بيني وبينك انا قبضايا ده مغلول منه على الاخر. ايوه بس قبضايا طاروا معايا انا مش معاكم، ولو كان حاول يخلص مني النهارده المره الجايه هيحاول يخلص مننا احنا الثلاثه. خلاص يبقى احنا نتغدى بيه قبل ما هو يتعشى بينا. بالهداوه يا زين، بالهداوه. يا عم الكلام ده ما فيهوش هداوه، قبضايا ده مش هيجيبها البر. انا عارف، انا بقول لك ايه، يا روح ما بعدك روح يا عم حربي. طب بقول لكم يا جماعه، ما تيجي نسيب الحته ونهج. طيب اقول لها بالكلمة اهو على الكهف نهج. قال انا عمري ما هج ياض، وبعدين احنا لو هجينا وسيبنا الحته وخوفنا عمرنا ما هنعرف نرجعها تاني، وهيفضل الخوف طبع فينا. انا شايف ان احنا نقف القبضايا ده، نتصدى له ونكسر له دماغه، وان شاء الله يحصل اللي يحصل بقى وتولع نار. الحكايه مش عافيه ولا غشوميه يا زين. امال الحكايه ايه؟ نهج زي ما سي بركه بيقول ولا ايه؟ ما ترد يا عم حرب، انت هتتنهد، هنعمل ايه في النصيبه دي؟ اللي انت يا زين بتعرف تعوم؟ نعم يا اخويا. لا. وانت يا بركه؟ لا انا ما اعرفش اعوم، بس اعرف اغرق. خلاص
يبقى نتعلم العوم الاول قبل ما نخش في الغويط. غويط ايه وعوم ايه؟ ايه مسابقه السباحه اللي احنا فيها دي يا جدع؟ انت احنا في ولا في ايه؟ انا خلاص تعبان وجسمي حط وعايز انام. طب والمشكله اللي احنا فيها دي؟ الصباح رباح يا زين، الصباح رباح وبكره ربك يعدلها، وبكره مفيش اقرب منه. قابلني كمان نص ساعة في المكان بتاعك. سلام. مين كمان ده يا أكرم؟ ده واحد بيشتغل معايا. رجلك عاملة إيه النهاردة يا بابا؟ لا أحسن بكتير الحمد لله. الدواء اللي جبتوه لي أمان إمبارح مفعوله زي السهل. الوجع راح في ثواني. طب الحمد لله. أمال هي فين؟ نزلت بدري راحت الجرنان. طب أستأذن أنا بقى. طب مش هتقعد تفطر معانا؟ لا حبيبتي، اصل انا عندي مشوار مهم لازم اعمله قبل ما اروح على القسم. طب مين هيوصل حمزه المدرسه؟ البركه فيك يا منى، خديه بتاكسي وصليه، وانت راجعه عدي على السوبر ماركت هاتي كل اللي انت عايزاه. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خلص اكلك يا حمزه عشان ما تتاخرش المدرسه. ليش نفسي يا ماما؟ ولد اسمع كلام ماما، والا مش هجيب لك اللعبه اللي انا وعدتك بيها. حاضر يا جد. اهو ايه اللي خلاك تتصل بيا الصبح بدري؟ حصل حاجه في المنطقه؟ حاجه؟ قول حاجات يا باشا، دي المنطقه امبارح كانت هتولع. ليه اللي حصل؟ الواد حربي اللي خرج من السجن امبارح. حربي عارفه سعادتك يا باشا؟ ايوه عارفه. ماله؟ هو وقبضايا كانوا هيطبحوا بعض. اشمعنى يعني؟ اصل يا باشا في بينهم وبين بعض طار قديم من سنين، من قبل ما سعادتك يعني تشرف الاسم عندنا. ما تختصر يا ده على الصبح وتقول لي ايه الحكايه. قبضايا كان السبب في دخول حربي السجن لما اتخانق مع عم حربي. قام حربي طالع يجري وجايب سكينه وهوب قام مديله البشله اللي في وشه دي فشوهه، فبقى في بينهم طار ومستحلفين لبعض. المهم ايه اللي حصل امبارح؟ والله باشا انا كل اللي شفته الواد حربي وهو طايح في رجاله قبضايا، واول ما زين جيب العربيه هوب راح نطت في العربيه وخلع. الواد حربي ده شكله مش هيجيبها لبره. ما انا بقول لسعادتك طار قديم. طب اتكل انت على الله وارجع المنطقه، ولو حصل جديد بلغني على طول. يا باشا ده انت تؤمرني، ده انا عينك الساهره في المنطقه. سلامت الله يا باشا. ايه يا روف، عارف الواد اللي اسمه حربي ابو العنين اللي خرج من السجن امبارح؟ اجي الاسم الاقيه موجود. فل الوردوشه يا معلمه. ناموسيتك كحل يا سي قبضايا. معلش يا معلمه، اصل انا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ليله امبارح. هو خيبتك بالليل خلت عينيك يخصموا بعض؟ وانت يا رشدي؟ ما بقاش المعلمه انشراح لو ما اعرفش دبه النمله في الحته بتاعتي. انا استاذنتك يا معلمه ان انا اغب على العيال دي. جريه يا بضاي، انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ انت استاذنتني تقدبه لو اتلومد، استاذنتني تقص له لسانه لو طوله عليك، بس ما استاذنتنيش في حربي وفي الطار اللي بينك وبين امه. ولولا ستر ربنا والواد زغ منك بقدره قادر كنت زمانك جبت لي اللبش كله في المنطقه.
بقول لك يا معلمه، العيال دول شويه عيال ما لهمش لازمه. هت يعني انا اللي بقول لك يا بضاي، لو ما بطلتش الغشوميه والغباوه بتاعتك دي انا اجيب راجل تاني يا حبيبي يراعي مصالحي ويحميني وياخد باله مني. انت بقى مثل فيلم الجبار المنتقم مع نفسك، روح خطرك مع نفسك. انا ما صدقت ظبطت المنطقه وسنتكتها، تيجي انت تعملي فيها قلق وتنطيط؟ ايه القرف ده؟ كاشح يا معلم. ابعت حد من العيال ينضف لي العربيه ويروقها عشان عايزين نوصل مشوار كده لغايه رشوان بيه، نشوف المصلحه بقى مش التنطيط. بقول لك يا معلم، هو رشوان بيه ما اتصلش ولا ايه؟ انت هتقعد تسيرني ولا ايه؟ ماشي معاك في النادي انا، ابعت اجيب غدا يا ولا؟ ما تقوم تفاز تشوف الشغل ولا مش عايزين وجع دماغ. اخلع عاد انت وهو من هنا، احنا جايين لمعلمه انشراح. معلمه انشراح دي بتلعب معاك ولا ايه؟ ما توسع عاد من سكتنا، لا العب في عينك الباختيار. شفت يا معلمه العيال دي عيارة فلت، هم داخلين علينا عايزين يتعاركوا ويجروا شكلنا. استنى يا بضاعه، استنى يا معلمه، استنى لغايه ما تهجموا علينا وتضربونا. ما يصحش يا معلمه. انت هو ولا جاي نادي المعلمه؟ واد كوتش في ايه؟ ده الواد زين ولاد حرب يا معلمه، عايزين يدخلوا بالعافيه. احنا واقعين في عرضك يا معلمه انشراح. تعالى يا حربي تعالى. الاذن يا ابو الشعوب. غلط غلط اللي بتعمليه ده يا معلمه، اكبر غلط. صباح القشطه على احلى معلمه فيك يا مصر. السجن عدلك لسانك وعلمك القلبان ده يا حربي. كلهم فضلت خيرك يا معلمه. ما تبطل سنتحه يا قاض جرازين، كل شويه جاي لي بتوأم ولا ايه؟ ما تولعش نار يا معلم ابضايا، خليك محضر خير. احنا جايين عايزين المعلمه بكلمتين وهنمشي طوال. المعلمه ما عندهاش وقت اضافي تضيعه مع الشلحفات اللي زيكم. جرايه يا معلمه، ما تخلي المعلم ابضايا يخف عندنا شويه، احنا عيال غلابه ومش حمل. عايز ايه يا حبيبي؟ قصر. عايز اقول يا معلمه ان احنا كلنا هنا رجالتك، بنلقط رزقنا وبنخدمك بعينينا، والحته كلها عايشه من خيرك. يا معلمة معلمين الحتة وست ستات البلد. بس أنا سمعت إنك من ساعة ما طلعت من السجن وأنت عامل لبش. أنا يا معلمة؟ أنا عامل لبش؟ ده أنا خارج من السجن وحالف معتبه تاني، وكل اللي أنا عايزه إن آكل لقمة عيش وأمشي جنب الحيط. بس نعمل إيه بقى في اللي مش عايز يسيبنا في حالنا؟ تقصد مين يا زين؟ تقصد مين يالا؟ والله يا أخويا اللي على راسه بطحة يحسس عليها. ولا تيه وأنت اللي جيب سيرتي على لسانه أطحوله. شايفة يا معلمة؟ شايفه عمال يقول شكل للبيع اهو. بقول لك ايه، افرد الشراع وقدف لحد العربيه وخلي بالك لا تغرق. يلا يا بضاي، ما قلنا بلاش الهداوه. معلش يا معلمه، معلم ابضايا بس اصل دمه حامي حبتين وحمق شويه، لكن الراجل برضه معذور. اللي حصل مني زمان لازم يخليه زعلان مني. حقه يا معلمه حقه، بس ده كان طش شباب يا معلم، وانا خدت جزائي 5 سنين في السجن شفت فيهم الويل، بس كنت استاهلهم. اه والله العظيم كنت استاهلهم، لان في يوم من الايام اتجرأت ومديت ايدي دي اللي تستاهل قطعها على معلمي وطاج راسي المعلم ابضايا، اشرف بلطجي فيك يا مصر. وانا قدامك اهو بطلب منك العفو والمغفره يا معلم. سامح بقى. كنافه، انت بتاكلني كنافه وبتهشتك الشيطان اللي جوايا وعايز تنيمه نقنا. انا يا معلم انا عايز انيمه نقنا؟ استغفر الله العظيم يا معلم، ده انا بكلمك من قلبي يا معلم. ده انت كبرنا وانا قدامك اهو جاي لك لحد عندك برجليا، وحاجه من اتنين، يا تسامحني وعفو الله عما سلف، يا تعمل فيا اللي انت عايزه وانا هتقبل بنفس ردي. ولو مش مصدقني ادي راسك هيك. خلاص بقى يا بضاي، الراجل جه حب على راسك وبس راسك واستسمحك، والمسامح كريم. احنا ولاد النهارده يا رجاله، واللي فات مات. اللي تشوفيها برنسيسة، خلاص الشيطان اللي جواها ينام ويشد اللحام. أنا شايفة مبطل قلق عشان المصلحة ما بتحبش القلق. وإحنا برضو رجالتك يا معلمة ورقبتنا فداك. إيه يا حربي، هترجع تشتغل معانا زي زمان ولا مالكش مزاج؟ دمونا عيني يا معلمة والله. خلاص ننسى اللي حصل بقى ونكبر دماغنا. مش مهم إحنا اللي ننسى يا معلمة، المهم المعلم ابضايا هو اللي ينسى. ما بلاش رغي بقى، ما قلنا الموضوع خلص خلاص. امرك يا معلم. من بكره تنزلوا الشغل، بس اخر النهار ترجعوا لنا بحاجه عدله. ولا ايه يا حربي؟ ايه ايه يا معلمه؟ هو في بعد قولك قول؟ اهم حاجه بس ان المعلم ابضايا يرضى علينا،
ده برضه كبير الحته واحنا ما نقدرش على زعنا. يا بارك. يا دنيا فينك يا دنيا وحشاني فينك من زمان. انا موجوده يا اخويا اهو الحمد لله كويس. بقول لك ايه ما شفتش حربي؟ لا حربي راح مشواره لسه ما جاش. مشوار؟ طب بقول لك ايه لما يجي قول له يحصلني على الخن بتاع زمان. اوعى تنسى يا بارك. لا لا الخن لا حمد انا اول ما يوصل هقول له على طول. ماشي ماشي سلام سلام. خن احلى حاجه الخن ده. سلمها لله واعمل ايه؟ السلام عليكم. صباح الخير يابا. هو انت جرى ايه يابا؟ ما وحشتكش ولا ايه؟ ايه اللي فكرك بينا؟ انت دايما على بالي يابا، بس انا اللي كل ما اجي اشوفك ما بتدينيش ريق حلو. ولا ما انت عارفه كده ايه اللي بيجيبك؟ جرى ايه يابا؟ هو عيب يعني ناجي اشقر عليك؟ لا والله فيك الخير. ماشي خد دول يابا خليهم معاك. ايه دول؟ فلوس تفك بيها زنقة. خد فلوسك الوسخة دي وامشي من هنا. وسبق قلت لك كده قبل المرة 20. بقول لك ايه؟ انت لا بنتي ولا انا اعرفك. وانا متبري منك ليهم الدين. واحمدي ربنا ان انا كبرت وتهديت. انا لو بعبيتي يابا بقى كفاية بقى مكبرة بقى. حرام عليك. ده انا بنتك من لحمك ودمك. وهفضل بنت كمان لحد ما اموت عجبك او ما عجبكش. خد الفلوس دي يابا خليها معاك هتفك زنقة. الدنيا بقت غالية اول يومين دول يابا وانت كبرت خلاص ما بقتش قد الشغلانة دهيا. حقيقتك بقى تبطلها. امشي امشي. حاضر همشي هبقى اجي اشقر عليك بعد كده. سلام. يا رب ليك يا رب. صدق لا ده انا صدقت كل حرف قلته انت بتثبت قبضايا. ان كان لك عند الكلب حاجه اقول له ايه؟ قول له يا معلم. واحنا هنعمل ايه النهارده؟ النهارده هنريح وبكره من نجمه هننزل الشغل نلم الخرده اللي في السوق كله ونعلم نقطه على قبضايا. يا ابني يا حربي ده انت دماغك بقت سم ياض. طب ايه؟ سبع على طبع؟ سبع طبعا يا عمنا، ده احنا معانا الكوماندا بحاله. الحمد لله. على فكره يا حربي، عارف مين جه النهارده سال عليك؟ مين؟ البت دنيا، بس حلاوه قوي يا حربي، وبتقول لك انها مستنياك في الخن. والله؟ طب بالاذن انا خمسه بقى. طبعا طبعا يا سيدي، بنلاقي احبابه. دوا نفسك قوي. ولا كيمو كوباية شاي وحجر معسل ياض. زين انا اروح اتفرج. اتفرج اخويا اتفرج. القعدة دي ما بقتش من مقامك يا ست الستات. جرى ايه يا حربي؟ انت هتقطمني انت رخر؟ ده انا حتى النهارده جايه مخصوص علشان اشوفك واعتذر لك على حصل امبارح. يعني ايه؟ يا سلام مش مصدقني ولا ايه؟ طب زمان كنا بنطب بعض، لكن دلوقتي هتيجي تسالي عليا بتاع ايه؟ بعد ما بقيتي بسم الله ما شاء الله نجمه في السماء بتلالي وانا يا دوبك لسه خارج من السجن وضاربني السلك على الاخر. يا ولد يا ولد الست مهما عليت عمرها ما تنسى اول راجل عرفته في حياتها. وانت مش اي راجل يا حربي. اخ ده انت بقيتي حويطه يا بت. اوعى تكوني فاكره انك هتعرفي تشتغليني وتعمليهم عليا زي ما بتعمليهم على عنتر بيه بتاعك. ايه؟ اشتغلك؟ اشتغلك على ايه يا حسره؟ وانت حطك حاجه يا اخويا. ايوه لكن التاني اظن جابت فلوس. ومليانه لتمه عينها، ايه رايك بقى؟ وكل منانا نرد علي. ذمتك يا دنيا مش مكسوفه وانت بتقولي الكلام ده قدامي؟ ايه؟ ما عادش في حياه؟ جرى ايه يا حربي؟ انت هتعيش عليا الدور انت كمان ولا ايه؟ مش كفايه البوقين اللي بسمعهم من ابويا كل ما اجي الحاره؟ ولا هتبقى انت وهو عليا؟
بعدين يعني انا عملت ايه؟ حبيت اهرب من الفقر ولا كان عاجبك حالي يا اخويا وانا مدفونه بالحايه؟ وبعدين تعالى هنا، انت نسيت الكلام بتاع زمان؟ عايزين نشوف الدنيا يا دنيا، كيف بقى الضلمه يا دنيا، اتخنقت يا دنيا، كيكه على العالي ولا نسيت؟ ما نسيتش ولا حاجه، بس يعني انت الكيكه طلعت معاكي في العالي قوي قوي واتنطرتي لفوق وانا لسه في الكيكه على الواطي. بسيطه. اسمع كلامي بقى يا سيد الناس علشان تكسب ونرجع مع بعضينا الذي مضى، بس بعيد بقى عن جو الخنقه اللي انت فيه ده. بذمتك ده منظر واحد يعرف يجي يقف جنبك؟ ده عزام بيه بتاعك وكان ناقص يضربنا بالشلوت ويرمينا بره الكباريه. وانت مالك اصلا ومال عزام؟ انت ايه اللي هيجيبك الكباريه؟ بقول لك ايه؟ ادي دي نمرتي وعنواني، ابقى اتصل وعدي عليا. ماشي، بس على الله ترد يا دندن. يا سلام، يا واد بطل غلاسه، ده انا جايه هنا اصلا عشان اراضيك. بقول لك ايه؟ خد دول. ايه دول؟ فلوس عشان تمشي فيها حالك كده، تفك فيها الزنقه. حط فلوسك في جيبك يا بنت، انا حارب المهدي، لو اموت من الجوع ما اخدش فلوس من واحده ست، فاهمه؟ اعتبرهم سلف يا اخي. ولا حتى سلف. طيب خلاص، ما تبقش كده في وش امال. انا هدفي بس ان انا اخدم، يعني لو انت كده احنا وبعضينا كده يعني ما خدمناش بعض وقفنا جنب بعض، مين بقى اللي هيسندني؟ لو احتجت حاجه ولا عاوزت حاجه هبقى اجيلك انا. ماشي، انت تأمر يا سيد الرجاله، اما مش انا بقى عشان اسيبك تشوف شغلك واشوف انا كمان شغل. هستنى تليفون. هيحصل يا دندن. طب بقولك يا بنت، بس ده احنا في عز النهار. طب ما احنا كنا زمان في عز الظهر، ايه المشكله يعني؟ زمان كنا عيال لكن دلوقتي كبرنا. يلا انت بقى زق عجلك قبل ما حد يطب علينا، انا مش ناقص قلق. ماشي، هتوحشني. وانت كمان. هستناك. ماشي. ليه؟ ليه يا حرب؟ ما بصش ليه يا اخي؟ ده انا سايب القهوه وجاي عشان اتفرج. حقك عليا يا ابو بركه. جاي كتير. طبعا كل يا اخي. باكل بسكوت. دنيا دعاء اخص عليكي. ازيك يا بنت؟ وحشيني يا بنت، اخص عليكي، تبقي جايه المنطقه وكمان معديه من تحت بيتي، ما يهونش عليكي تسلمي على بنت عمك. يا اختي ما انتي اللي بتساليش، ما انا سايبه لك عنواني ورقم تليفوني، ولا عمرك جيتي ولا سالتي. اعمل ايه يا بنتي؟ ما انا مطحونه في الشغل، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، عامله زي الطر بيلف في ساقيه. إيه؟ انت لسه شغاله في الكافيتيريا بتاعت وسط البلد؟ يا اختي انا لقيت احسن منها، اعمل ايه؟ طب بقول لك ايه؟ انا ما وريش حاجه النهارده، ما تيجي اوصلك ونقعد مع بعض شويه، اصلك وحشتيني قوي. انت كمان، يلا بينا. يلا. تاكس. تاكس. بنت انت معاكي فلوس؟ عيب عليكي يا بنت، ده انا دنيا. على فين يا باشا؟ وسع انت، مالكش دعوه. بس افهم باشا. باشا مفيش حاجه، اكرم بيه ظابط المباحث بعت عايزني. طب وده عايزك في ايه يعني؟ لا مؤاخذه يعني يا باشا، تلاقيني وحشته ونفسه يعزمني على فنجان شاي، اصله ما بيعرفش يشرب الشاي غير معايا. طب انا جاي وراك. مفيش داعي، انا مسافه السكه اوصل القسم اشوفه عايز ايه واسلم عليه وارد على طول، وماضيه باذن الله. اركب يا ابني انت وهو. يلا يلا يا ابني. زين، هم واخدين حربي ورايحين على فين؟ الله صحيح، انت عرفتي ان حربي خرج من السجن ورجع لحته تاني؟ اه عارف. انت لسه بتحبيها بنت يا دنيا؟ تعبتها يا بنت.
حب ايه وكلام فارغ ايه؟ الحب ده موضة قديمة خلصت من زمان. امال جيتي حتى النهارده ليه؟ مش عشان تشوفيه ولا انا بتهيألي؟ اوعي يا بنت تكدبي عليا وتقولي انك جايه تشوف ابوك، ده انت بقالك زمن ما عتبتيش الحته ولا شفتيها. بصراحه الواد كان وحشني قوي، طول عمره عاجبني ودخل دماغي من زمان واحنا صغننين قد كده اهو. بس خلاص بقى، حب ايه؟ انا مش بتاعت الكلام ده، انا كنت طول عمري جامده. الحب ده يا اختي حاجه كده نتفرج عليها في الافلام بس. انا برضو. بصي يا بت، ادخلي جوه واقعدي اطلبي كل اللي انت عايزاه عقبال ما اغير هدومي واستلم الورديه واجي لك على طول. كله كله؟ لا على حساب يا بت يا بخيل. ايه يا دعاء اتاخرتي كده ليه؟ هكون اتاخرت ليه يا اختي؟ كله علشان المواصلات. ماشي. صباح الخير يا استاذ فتوح. توك ما وصلتي؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. معلش بس انا كان ليا طلب صغير عندك، يعني ينفع اقدم على سلفة بس لحد اخر الشهر وحضرتك توافق لي عليها؟ هو كل شهر سلفة يا دعاء. معلش يا استاذ فتوح، ما هي الظروف بقت صعبه قوي والله. ما كلنا ظروفنا صعبه يا اختي. يعني ايه؟ مش هينفع؟ لو فتحت مخك معايا اي حاجه في الدنيا ممكن تنفع. لا يا سيدي شكرا، الله الغني. كل ده عشان بطلب سلفة من مرتبي اللي انا شقيانه بيه طول الشهر؟ كتر خيرك يا سيدي، فهو الشهر قدامه يومين ويخلص، ابقى اقبض مع اللي بيقبضه. براحتك، بس على فكره مخصوم منك يومين. انا ليه قاعده ترغي معايا في كلام فاضي وسايبه الزباين؟ يلا شوفي شغلك. حاضر. ربيزه ست، حسب الله ونعم الوكيل. هذه مالك يا بت؟ في ايه؟ هيكون مالي يعني، القرف يا اختي بتاع كل يوم. تصدقي يا بت يا دنيا، طالبه سلفه من البالمدير وهو كمان بيلعبني، قال يعني نقصان. طب من الاخر اديها لك ولا لا؟ اديني ايه يا حاجه؟ قلبك ابيض. طب بقول لك ايه يا بنت الناس، ما تيجي تشتغلي معايا احسن، ده انت ساعتها هتلاقي رجاله يستمنوا يعملوا لك اللي انت عايزاه. يا نهار اسود، اشتغل معاكي فين؟ في الكباريه؟ امالو يا اختي الكباريه؟ ما هو احسن من هنا بكتير، على الاقل هنا قرب بملاليم وهناك قرب بفلوس تستاهل. ويا بنت نبقى مع بعضينا نهون على بعض نحب بعض نونس بعض، ده انا وانتي نعمل احلى دويتو. لا يا دنيا لا، مش هقدر يا اختي. انا قلبي عليكي، معرفش انتي يعني عامله الموضوع كده في دماغك ليه؟ عجبك يعني العيش الهباب اللي انتي عايشاها ده؟ هيا غاويه فقر يعني. المهم دوري كده الموضوع في دماغك يا اختي، بقى ردي عليا. ماشي. خدي دول خليهم معاكي. لا لا لا، مستوره يا دنيا الحمد لله. مستوره ايه وبتاع ايه؟ يبت احنا اخوات ومتربيين مع بعض، يعني مفيش بينا الكلام دوت. خدي خدي خليهم معاكي. تسلمي يا بت يا دنيا، طول عمرك جدعه. وكمان قاعده تتسايري مع الزباين خصم 3 ايام. على فين يا واد انت وهو؟ ايه؟ هي وكاله من غير بواب ولا ايه؟ دخل المعلمه انشراح. المعلمه انشراح مش هنا. راحت فين يعني؟ خرجت هي والمعلمه بضاي، راحوا مشوار ولسه ما رجعوش. طب ما تعرفش راحت فين؟